لكن 54% هاي ناقص الخطر هنا، 54% من الأطفال اللي هم يتركون التعليم أثناء الدراسة الابتدائية. حقيقة آخر 3 سنين يعني صارت عندنا أنه الفتيات القاصرات يزجونهم أهلهم في العمل في الكوفي شوبات، وهذا يعني نوع من التشرد بصراحة، انحراف سلوكي هذا يسبب الحدث. احنا في حال القبض على الفتيات في مثل هيك مكانات عملا يعني في الـ في الـ في الديسكوات مثلا، في محلات الكوفشو ويقدمين الارجيلات الكذا، هاي اتخذ اجراء القانوني بحق والدها وبحق امها. طيب في حال مثل ما ذكرت هناك أسر تجبر أطفالها على مغادرة المقاعد الدراسية طبعا لإعانتها، يقول لك ما عندنا، هاي عكس اللي شفتهم يعني دي يشترون دوانم من الأراضي، زين هاي الظاهرة شلون تقدرون تسيطرون عليها؟ أختي العزيزة قلت لك أثناء حملاتنا نطلع يعني 90% من المتسولين هو أبوه جبره أو أمه جبره أو أسباب، يعني تلقين مفصول أمه عن أبوه أو عايش مع مثلا زوج أمه وزوج أمه يجبره على التسول، وهاي حقيقة يعني إحنا بالقانون يعاقب عليها حينما الطفل يعترف لنا أنه مجبر. أنت تصور يعني طفل عايش هسه مثلا بالشارع هاي الشمس وبحرارة 50 هو فرحان أنه يتسول، بس اكو ضغط عليه من ذويه. وقانون رعاية الاحداث حمى الطفل انه اي واحد يعني يضغط على ابنائه يتخذ اجراءات القانونيه بحقه. كان اكو ولد شاب بال 2003 هو يتيم، توفى ابوه وامه وبحادث طبعا، ودخل عمره 3 سنوات، عمره 3 سنوات دخل الدار الايتام. قبل 15 يوم جت احد اقاربه طلبت منه انه يطلع من الدار على مود هي تتعينه. فمن طلع شغلته بفرن مال صمون ورجع تراجعت دار الايتام، لان هي كانت عتنيه سوء انها تستغل المبلغ اكو، لان داخل دار الايتام يحسبون له مبلغ، الحكومه العراقيه تصرف له مبلغ 30,000 دينار. هذا من عمره يوم يعني اذا دخل دار الايتام. يعني محاولتها باءت بالفشل، وورا اسبوع تركته خطيه، اجى سلم عندنا اول البارحه، والبارحه عرضنا على السيد القاضي التحقيق ورجع ودعه في دار الدكور، وواصل الى مرحله الصف الخامس العلمي ومعدله 83 ما شاء الله وهو داخل الدار.